وينضم إلينا الآن الدكتور أحمد جبريل مدير مرفق إسعاف نابلس. أهلا بك أستاذ أحمد. دكتور أحمد أهلا بك. بداية هلك أن تطلعنا على آخر التفاصيل. يعني دخلت قوات الاحتلال صباح هذا اليوم إلى مدينة نابلس بالتحديد إلى حارة الحبل وحارة الفقوس وحاصرت المنطقة بشكل كامل. حدثت مواجهات في المنطقة أدت إلى إصابة ثلاث شبان، نقل واحد منهم إلى المستشفى واثنين أعلن عن استشهادهم قبل قليل وهم من كانوا محاصرين داخل المنزل حيث تم تصفيتهم بشكل مباشر، إصابات مباشرة، وجرى نقلهم إلى المستشفى رفيق الآن، وبعد ذلك انسحبت قوات الاحتلال من المنطقة. إذا تفضلي مارينا. يعني فيما يتعلق دكتور كان هناك تصريح يعني أو العديد من التصريح الخاصة بالهلال الأحمر متعلقة بأن الوضع الإنساني في غاية السوء، فيما يتعلق بالوضع الإنساني لديكم الآن وتحديدا في نابلس، ماذا عن الوضع الإنساني؟ يعني نابلس منذ سنتين وهي تشهد حصار يومي من قبل جنود الاحتلال السابق. حوادث كل هذه الأمور أدت إلى تدهور الوضع الإنساني داخل المحافظة، هذه المحافظة التي تتعرض إلى هجمة شرسة من قبل جيش الاحتلال. لا زال يعني بالأمس وبعد عملية قدومين قاموا بإغلاق الحواجز بشكل كامل. الناس كانت بالشوارع لمدة 10 ساعات وهي في الشوارع، وذلك بسبب منع كل جنود الاحتلال من عودتهم إلى منازلهم في المناطق المجاورة. البلد اقتصاديا تعاني من مشاكل اقتصادية، إغلاق الحواجز، المستشفيات في حالة ضغط من فترة لأخرى. ولكن دكتور يعني فيما يتعلق بعدد الشهداء، هل لديك تفاصيل أو معلومة حول عدد الشهداء؟ يعني كان منذ قليل مراسلة القاهرة الإخبارية تقول أن هناك شهيدين. نعم هناك شهيدين وإصابة واحدة. شهيدين على ما حجم الإصابة أو شكل الإصابة دكتور؟ تم إخلاءهم، الشهيدين تم إخلاءهم من داخل المنزل الذي كان محاصر بعد انسحاب قوات الاحتلال. وكما تعلمين أن قوات الاحتلال عند محاصرة أي مكان لا تسمح لأي إنسان بالاقتراب لحين الانتهاء من عملية الحصار. الإصابة الأخرى هناك إصابة بالظهر والرجل، وضعه خطر ولكن مستقر. أعذرني دكتور أحمد، يقال أن هناك إصابتين في صفوف الفلسطينيين الآن، هل صحيح ما يقال؟ يعني إصابة واحدة بالرصاص الحي وليست وأخرى اثنتين. نعم صحيح، إصابة واحدة وأخرى مطاطة يعني لكن الرصاص في إصابة واحدة إضافة إلى الشهيدين وواحد مطاطة، رصاص مطاطي. المجموعة 4 شهيدين وإصابة رصاص حي وواحد رصاص مطاطي. هل تتوقع أن يزود الأمر أن يزيد الأمر سوءا؟ يعني احنا بين لحظة وأخرى قوات الاحتلال تدخل إلى المحافظة وتقوم بعمليات إطلاق الرصاص والاعتداء على المواطن. بين لحظة وأخرى كذلك الأمر قطعان المستوطنين يقومون بالاعتداء على المواطنين في المناطق المحيطة بمحافظة نابلس مثل بركة بالأمس ودير شرف وحوارة وعريق. كل هذه المناطق تتعرض إلى هجمة شرسة من قبل المستوطنين. كل منطقة يحدث فيها أي حدث يتعرض الأهالي في هذه المنطقة إلى اعتداءات بشكل مباشر من قبل. إذن كيف تتعامل هيئة الإسعاف أو المرفق الإسعاف في نابلس الآن في ظل هذا التصعيد وهذه العرقلة؟ يعني إحنا لدينا خطة، إحنا على مدار سنتين ونحن في حالة طوارئ عليا، جميع الطواقم في حالة استنفار دائم. يتم توزيع العمل بناء على مقتضيات الحاجة، هناك تشكيل فرق ميدانية تعمل في على أرض الميدان، وذلك بسبب منع قوات الاحتلال لحركة الإسعافات داخل المنطقة المحاصرة، مما يضطر إلى إنزال فرق ميدانية لإخراج المصابين من المنطقة المحاصرة، حيث تقوم قوات الاحتلال بمحاصرة مساحة واسعة على
حتى يتم السيطرة على الموقف مما يضطر إلى إرسال فرق ميدانية للتعامل مع الإصابات وإخراجها إلى أقرب تجارة الإسعاف. بشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد جبريل مدير مرفق إسعاف نابلس.